ست سوسن في كمان من الأشياء اللي كتير مهمة اللي هي ضمان الأمن في المؤسسة الصحية حتى ما يتعرضوا المرضى لأي أمور تتعلق بالأمن، ومن أهم هاي الأحداث اللي هي عملية الحفاظ على أمن المواليد وأطفال الخداج. فتحكي لنا أكثر بالجاردنز كيف بتطبقوا هذا المبدأ، كيف تتأكدوا إنه ما في أي اعتداء بما يتعلق باختطاف أطفال في المستشفى؟ نعم، ست رباب متابعة لموضوع الأمن والأمان، هو حرصت إدارة مستشفى الجاردنز على توفير أبواب خاصة بنظام دخول مسجل مسبق، يعني مسؤولين فقط الذين لهم علاقة بدخول هذا القسم معهم بيكون بطاقة خاصة تسمح لهم بالدخول للمناطق هاي. هلأ مناطق المواليد الحديثي الولادة اللي هم سواء كانوا الأطفال الأصحاء أو الأطفال اللي بالجهة الثانية اللي هم بيكونوا مريضين ويحتاجوا رعاية أعلى من مستوى الرعاية الموجود هون، جميع الموظفين في هاي المنطقة عندهم بطاقة خاصة للعبور، وبعض الموظفين فقط من ذوي مثلا المسؤولين كمدير التمريض كمشرف تمريض لهم حق الدخول بهذا الشيء حتى نتأكد إنه ما حدا ثاني من غير الموظفين بدخل، من الأشخاص اللي ما إلهم دخول مخصص لهاي المناطق. في عنا برا تأكدنا إنه نوضع أجراس وهاي مراقبة بكاميرات داخلية، يعني لما الأهل بدهم يشوفوا مثلا بدهم يدخلوا على قسم الولادة يضربوا على الجرس هون الكاميرا بتفتح جوا بيشوفوا مين اللي وبيحكوا معهم في انتركم مين الشخص المعني عشان برايفسي كمان إلها أو خصوصية السيدات في قسم الولادة. نفس الشيء بالنسبة لحديثي الولادة سواء كمان الأصحاء أو نسميهم إحنا باللغة العامة اللي هم الخداج. هذا الشيء يتم وبدقة، وفي زي ما حكينا في لوحات تطلب إنه هذه المناطق فقط بدخول لأشخاص مصرح لهم بالدخول، وإذا بدك نقرأ على الجرس. هلا في حال كوننا بدنا ندخل كأهل بدهم يستلموا الطفل، طبعا عملية إرسال الطفل ذاته إلى أمه تحبي ندخل ما نشوف كيف الإجراء بتم. هلا في عنا مرحلتين، المرحلة الأولى إنه الطفل إذا الأم طلبت إنها تشوفه بالغرفة، طبعاً هذا من حقها ممكن ينام عندها الطفل إذا بدها هي كمان، إحنا بنتأكد إنه قبل ما يطلع الطفل من غرفة حديثي الولادة بتأكد الممرضة جوا من اسم الأم ورقم الغرفة بيكون موجود على بطاقة التعرف الخاصة بالطفل. كل طفل معروف دولياً وعالمياً إنه أولاً بدخل باسم الأم لحين تسميته من قبل الأهل، إذا صدر اسم للطفل يسجل اسم الطفل على البطاقة. عملية تسليم الطفل فقط للأم أو للأب وبوجود بطاقة اللي هي الهوية الشخصية بنعتبرها إحنا للأب والأم، الجد الجدة العم الخال إلى آخره، ممنوع أي حدا يستلم إلا الأهل، ويتم توثيق ذلك على نماذج خاصة موجودة تحفظ في ملف كل طفل مولد عندنا. ست سوسن بدنا نحكي أكثر عن من الأشياء المهمة أيضاً إنه سهولة الوصول للخدمة الصحية سواء بالموقع أو بالمعيقات الأخرى زي الأمور الثقافية والاجتماعية واللغوية، أحياناً قد يكون هناك معيق لغوي إنه الشخص يوصل للخدمة الطبية. فنحكي أكثر كيف بنطبق هذا البعد في المستشفى وكيف نتأكد إنه خدماتنا سهل الوصول إليها من قبل المترقي الخدمة. كأي مراجع بيجي على المستشفى يتم استقباله إذا كان بيسأل عن أي معلومة عن أي خدمة موجودة بالمستشفى من خلال الموظفين اللي بيكونوا موجودين على قسم الاستقبال. قسم الاستقبال مدربين على إيصال المعلومة اللازمة لهذول المتقدمين للخدمة. في بعض الحالات يتم تقييم المريض بالنظر من قبل الشخص الموجود. في عندي كرسي أربع عجلات أو المتحرك موجود بقسم الاستقبال لاستخدام المرضى في حالة إنه في هناك صعوبة إنه يمشي المريض سواء إجره مكسورة عنده مشكلة مرضية معينة. لتوفير الخدمات أيضاً حرصت إدارة مستشفى الجاردنز على توفير خلينا نحكي الخدمات الرئيسية من صيدلية خارجية من قسم مختبر كاستقبال لحالات أو في حال تم المريض يعني معالجته في قسم الطوارئ واحتاج إلى عمليات مختبر أو صرف العلاج من الصيدلية، فحرصنا على تواجد هاي الخدمات الأساسية في نفس الطابق.
في حال دخول المريض إلى قسم الإدخال، يتم إدخاله إلى قسم المستشفى. أيضا هناك في قسم الاستقبال يتم إجراء عملية الإدخال فيها بأسرع وقت ممكن. السرعة التي تكمن فيها إنه إحنا ما بنخلي المريض يطول في قسم الاستقبال، معلوماته الأساسية موجودة عندنا على السيستم من خلال اتصال مسبق مع المريض عند توفير الرقم، وتم إدخال جميع البيانات الرئيسية على السيستم عندنا على أو على نظام الإدخال. وعند الدخول أو لما يجي على المستشفى في يوم الدخول يتم فقط إدخال معلومتين ثلاثة بتحديد الغرفة مثلاً أو رقم السرير ومعلومات أساسية، وتم ربط قسم الإدخال مع قسم محاسبة المرضى. وبمجرد ما يتم إدخال البيانات من هون بيروح المعلومات عند قسم المحاسبة، يتم محاسبة موافقة مالياً، ويتم على برضو على نظام الكمبيوتر عندنا على الجهاز إنه هذا ما في مشاكل مالية، ممكن إنه أو تم تسوية الأمور المالية، ويتم إرساله عن طريق شخص أو ممرض مدرب ومؤهل في إرسال المريض إلى الطابق. يعني إحنا المريض ما بيطلع لحاله على القسم، ولتسهيل عملية المريض إنه يوصل للطابق بسرعة حتى توصل له الخدمة أسرع، تم تخصيص مصاعد خاصة للمرضى لمرافقتهم من قبل شخص مدرب. وهاي كمان برضو المصاعد تم التحكم فيها من خلال البطاقة المخصصة للدخول للأماكن للمريض. هاي سهلت كثير في الوقت والجهد بالنسبة إنه المريض أيضاً ما يطلع مع كل الزوار بالمستشفى. وفي هاي نفس ياخذنا لموضوع هل يستخدم هاي المصاعد أيضاً للمرضى القادمين من قسم الطوارئ إذا كان في دخول للمريض من خلال قسم الطوارئ؟ هلا إحنا دخلنا حكينا عن المريض اللي يتم تحويله عادي مش حالة طارئة، لكن إجراءات حالات الطوارئ تختلف تماماً من إدخال مرضى العاديين الذي تمت يعني برمجة دخولهم إلى المستشفى مسبقاً. مريض الطوارئ ومريض اللي يحول مباشرةً على قسم العناية المركزة لا يتم إجراء هاي العمليات الدخول من قسم الإدخال، وإنما ممكن أنه يتمها من خلال القسم بمجرد ما نعمل حالة تقييم وثبات صحي للمريض أولاً، ومن ثم منتابع إجراءاتنا الإدارية والمالية وإلى آخره، لأنه إحنا في النهاية أول إشي بدنا سلامة المريض، ويعني يكون قادر على أنه يقوم بأشياء مهمة إحنا بدنا إياه يوصل لها. برضو قسم الطوارئ له باب مخصص، هذا الباب مخصص فقط للمرضى مرضى الطوارئ. يتم تقييم المريض أولياً في الغرفة اللي برا إحنا بنسميها غرفة الترياج أو التقييم الأولي، وبناءً عليها إذا تخضع حسب التصنيفات اللي إحنا معتمدينها في تقييم المريض وتصنيفه، بناءً عليها يتم إرساله إلى غرفة المعالجة. غرفة المعالجة فيها عدد من الأسرة اللي بتم فيها التقييم حسب الحالة الصحية أو غرفة الفحص خلينا نسميها بشكل عام. طبعاً كل الغرف أو الأسرة مزودة بمونيترز أو جهاز مراقبة مخصص لكل مريض، وهذا مرتبط بالمين ستيشن أو خلينا نحكي محطة التمريض الخارجية. أيضاً قسم الطوارئ مجهز بكاميرا خارجية أصلاً حتى يتم وتم ربطها على النيرس ستيشن برا أو محطة التمريض حتى تعطيني إشعار إنه جاي إسعاف مثلاً من برا، وأنا دغري أكون جاهز بالعربة الطوارئ حتى إني أستقبل المريض من وين. حتى يكون الكادر مستعد إنه في حالة طارئة قادمة. إحدى الأشياء اللي ركزنا عليها برضو حتى إنه يكون في سهولة للوصول للخدمة اللي هو جاي فيها. برضو سهولة وصوله لمكتب الإدخال في حال حالته قرار الدخول مثلاً كان إشي روتيني ما في أي خوف ما في حالة طوارئ، بيدخل عن طريق مكتب الإدخال بنفس الإجراءات. ولكن كما ذكرت سابقاً إنه مريض الحالة الطارئة ودخول مباشر سواء لقسم العمليات ممكن يكون عملية غير مبرمجة وطارئة، وممكن يكون دخول لقسم العناية الحثيثة والمركزة ويكون دخول مباشر لا تتم فيه الإجراءات الروتينية لأي متلقي خدمة عندنا بالمستشفى. طيب يعطيك العافية. لا بالعكس، أهلا وسهلا، شكرا لكم.